ديال الاسماء اللي التحقت بفريق الاتحاد البيضاوي طاس تحضيرا للموسم المقبل. كاين اسماء ايضا جايه من خارج البطوله الوطنيه ومعطيات اخرى مع صديقنا هشام بوشعيب اللي قربنا ايضا حتى من التعاقد الاخير ديال الاتحاد البيضاوي. هشام اهلا وسهلا. مرحبا يونس، مرحبا بجميع مستمعات ومستمع اخبار فريق الاتحاد البيضاوي اللي تواصل الاستعدادات ديالو يونس كما العاده مع كما باقي الفرق الوطنيه حتى القسم الوطني الاحترافي الثاني في ملعب روشنوار بحصه يوميه كل نهار تحت اشراف المدرب محمد مديحي اللي دار عقد مع فريق الاتحاد البيضاوي لموسم الموسم كروي واحد قابل للتجديد. فريق الاتحاد البيضاوي اللي كاين لاعبين جداد ولاعبين اللي غادروا الفريق، بعض اللاعبين اللي كانوا رسميين مع الفريق الموسم اللي فات كأيمن الديراني اللي كان معان فريق شباب محمدي اللي غادر الفريق، كذلك بلال النعمه اللي كان معان فريق حسين اكادير حتى هو كذلك غادر الفريق، الحارس يونس بن مبارك، عثمان فاديس، انس اقشمار، هذو كلهم غادروا فريق الاتحاد البيضاوي، فيما يعني الميركاتو اللي كان قوي للفريق الاتحاد البيضاوي خاصه اللاعبين الاجانب والحارس اللي وقع مع فريق الاتحاد البيضاوي حارس فريق طونغيت السنغالي الحارس موسى صار اللي وقع 3 سنين مع فريق الاتحاد البيضاوي اللي غيكون اول حارس اجنبي في البطوله الاحترافيه لا القسم الوطني الاول ولا القسم الوطني الاحترافي الثاني. الحارس اللي كان حاضر البارح في الماتش ما كانش يعني ما كانش لاعب ولكن حضر الماتش الحبي اللي كان مع فريق الاتحاد البيضاوي ضد فريق الصاد المغربي اللي سالا بواحد زيرو، كذلك التعاقد مع لاعب يعني وسط الميدان اللي لعب جوج مقابلات حبيه مع فريق الاتحاد البيضاوي هاد الايام الماضيه، واللاعب ابو بكرين صالي اللي لعب ميلو تيران اوفونسيف مع فريق الاتحاد البيضاوي اللي وقع حتى هو بكشوفات فريق الاتحاد البيضاوي. كاين بعض اللاعبين شبان اللي وقعوا يونس مع فريق الاتحاد البيضاوي كان لاعب يعني ايوب جولان اللي كان من اللاعبين ديال فريق امل ديال فريق الوداد الرياضي، كذلك اللاعب يوسف هكوري اللاعب السابق ديال فريق الشباب السوالم وفريق الراسي البيضاوي اللي وقعوا تاهما في الكشوفات ديال فريق الاتحاد البيضاوي اللي تواصل يعني استعداد بكل جديه مع المدرب محمد مديحي بمساعدة سعيد أروى وكذلك مدرب الحراس حاكم أيت بولمان الحارس السابق ديال فريق الرجاء الرياضي وفريق المغرب الفاسي. فهذه الاستعدادات هذه اللي كانت دامت أكثر من شهر، الفريق لعب تقريبا 3 ماتشات حبيين، كان المقابل الأولى ضد فريق شباب مسيرة اللي فاز بفريق الاتحاد البيضاوي ب 3-0، موراها كان ماتش نهار السبت في لانكس ديال مركب محمد الخامس ضد فريق ائتلاف اللي تيتكون اللي تيسهر عليه كل مصطفى الحداوي ومحمد سهيل وكانت النتيجه 6-1، وماتش البارح كان في ملعب روشنوار اللي صادف فيه فريق الاتحاد البيضاوي فريق الصاد المغربي واللي انهزم بواحد زيرو. مدرب مديحي جرى تقريبا 37 لاعب اللي كانوا حاضرين في هذه الاستعدادات في ملعب روشنوار اللي تيقوم فيه فريق الاتحاد البيضاوي بالتدريب. غنشوفوا في الندوة الصحفية اللي كان دارها الرئيس الفريق عبد الرزاق المنفاروطي بأن الفريق غيستقبل في العربي الزاولي، لحد الآن ما لعبتاش ماتش ودي في مركب العربي الزاولي، جميع الماتشات كاينين في مركب روشنوار. هادو اللي غنشوفوا التساؤل، واش الفريق غيستقبل المقابلة ديالو في ملعب العربي الزاولي على حد القول ديال الرئيس ديال الفريق، ولا غنشوفوا كلام آخر في البداية ديال هاد البطولة الاحترافية القسم الوطني الثاني. الفريق تعرف يونس على الماتشات، نقولوا الماتشات المستمعين اللي كانوا محبي فريق الاتحاد البيضاوي، الماتشات الأولين الخمسة الأولين ديال فريق الاتحاد البيضاوي، الدورة الأولى الاتحاد البيضاوي غير حل الخنيفرة باش يواجه الشباب، الدورة الثانية غيستقبل الشباب مسيرة، الدورة الثالثة غير حل عن الصاد المغربي، الدورة الرابعة غيستقبل الكوكب المراكشي، والدورة الخامسة غيستقبل الاتحاد الإسلامي الوجدي اللي غيواجه يونس غدا إن شاء الله في ملعب روشنوار مع الخمسة في ماتش ودي. نشوفوا يعني غدا يبان التشكيلة المحتملة ولا اللائحة المحتملة الرئيسية اللي يعتمد عليها محمد مديحي في موضوع احتراف القسم الوطني الثاني. خويا شكرا هشام بوشعيب اللي قربتنا الأخبار ديال فريق الاتحاد البيضاوي الميركاتو ديالو أيضا التحضيرات مع محمد مديحي، وكما قلتي أولى المباراة ضد فريق شباب أطلس قنيفرة مقابلة ودية غتكون قبل منهاج الانطلاق ديال الموسم الجديد كما أكد لنا هشام بوشعيب ضد فريق الاتحاد الإسلامي الوجدي ليزمو اللي صعد القسم الثاني الاحترافي واللي أيضا كيعسكر هنا في كازا بالحضور ديال كل اللاعبين، وأيضا الهدف هو الاستعداد بشكل أفضل للموسم المقبل.